يلا يا جماعة، في أسعار جديدة نزلت لكريازي، تلاجات كريازي لسه جاية. هقول لكم الأسعار بتاعتها النهاردة 19/1/2023. طبعا تلاجات كريازي يعني هي بتمتاز إن حجمها كبير وسعرها معقول شوية، أو كان معقول لكن دلوقتي ما عادش معقول لأن الأسعار غليت غليت جدا. يعني تلاجات كريازي دي، أنا عندي الموديل ده، أنا عندي 1 2 3. عندي أول واحدة دي 16 قدم، اللي في النص 18 قدم، اللي جنبها 22 قدم، وعندي العمقة دي أكبر تلاجة في السوق 28 قدم، بتكون بابين. تمام، ناخد بقى الأسعار كده واحدة واحدة. نبص على الموديل، كل تلاجات كريازي اللي موجودة عندي نو فروست، ضمان 10 سنين، ضمان شركة كريازي. دي الموديل بتاعها E570 NF NV على الاتنين، 535 لتر، قسمها على 24 هيديك القدم، هيديك 22 قدم. استهلاك الكهرباء بتاعها عالي جدا، 60 كيلو في الشهر. بس بص حجمها من جوه بقى، هقول لكم السعر، هقول لكم السعر حاضر. سعرها كام؟ دي سعرها يا جماعة 18585. دي أسعار الليستة، أسعار الرسمية، أي حد يديك بسعر أزيد من كده أعرف إن هو حرامي. تمام، دي أسعار الليستة عاملة كام؟ 18585، زي ما انتوا شايفين كده الفريزر أهو أهو. ده الدرج بتاع الايس ميكر صانع التلج، عنده غرف التبريد، الفريزر طبعا ما فيهوش اضاءه. تمام، وغرف التبريد مش كبيره قوي، التقفيل زي ما احنا عارفين تقفيل المحلي سيء شويه. نبص كده بقى على الكابينه من تحت، طبعا اهي بتحكم في التبريد عن طريق ترموستات اللي هي المفتاح او البقره، سواء للتلاجة او الفريزر. اضاءه الليد ناحيه الشمال وناحيه اليمين، عندي في فلتر موجود، عندي في مروحه، وعن طبعا الفلتر بتاعها اللي بينقي روائح جوه جوه التلاجة، فلتر تربو بلازما. عندي الرف ده بيكون من الازاز، بيستحمل معايا لحد 80 كيلو. جزء الدكوشة اللي بتحطه قدام التلاجة من قدام، درجين بتوع الخضار والفاكهة طبعا منفصلين اهو، حجمهم كبير ما شاء الله. التلاجة حجمها كبير برضو يا جماعة زي ما انتم شايفين. بس نرجع نقول برضو بالنسبة لسعرها غالي، يعني كريازي برضو مش اجود خامة، قيمتها مش اعلى حاجه. وعندك بقى رف بتاع باب التلاجه اهو زي ما انتم شايفينه. انا مش عايز اطول في الفيديو، طبعا التلاجه دي شرحتها بالتفصيل قبل كده في فيديو على اليوتيوب. دي عامله 18585. الرف بتاع التلاجه بتاع كريازي بتاع الكابينه نفسه اللي تحت حلو، تقسيمته حلوه وفي حاجات كتير وشكله كده يعني مالي مركزه. تمام، يبقى الحجم ده قلنا 18585. تلاجة كريازي 535 لتر، تاريخ النهاردة 19/1/2023. نخش بقى على الأصغر منها على طول، اللي بعديها يا جماعة أهي نوفروست 450 لتر، الموديل بتاعها 470 NV على الاتنين، استهلاك الكهرباء الشهري بتاعها 63. تلاجات كريازي مشكلتها أو عيبها الوحيد أو من ضمن عيوبها يعني الخامة أول حاجة، واستهلاك الكهرباء بتاعها عالي جدا عالي جدا، فهي المفروض تعمل مواتيرها انفرتر لان كده الاستهلاك الكهرباء عالي جدا. بس هو تبريدها كويس، هو تبريدها كويس. التلاجة اللي هي 450 لتر دي 18 قدم، دي عاملة كام؟ عاملة 16580، 16580، يعني أرخص من اللي قبليها ب 2000 جنيه. طيب زي ما انتم شايفين كده الفريزر نفس اللي قبليها بالظبط، مش هتكلم كتير. عندي بس غرفه التبريد السريع بتكون تحت الرف نفسه، طبعا الرفوف محطوطه فوق بعض، انت ممكن تنقلها تحطها مثلا هنا الميجا بتاعتها اهي. والدرج برضو الخضار زي ما هو، والتحكم في التبريد عن طريق ترموستات واتنين اضاءه ليد، ضمان طبعا 10 سنين ضمان كريازي. عامله كام؟ 16580، يعني ارخص من اللي قبلها ب 2000 جنيه، دي اللي هي 450 لتر. نخش بقى على اصغر واحده اللي هي 370 لتر، اللي هي موديلها 371 ان في، استهلاك الكهرباء بتاعها 45، بالنسبة للحجم ده كتير كتير. طيب المقبض بتاعها بيكون مختلف شوية عن اللي قبليها، هو دي بقى الفريزر بتاعها بيكون تحس ان هو صغير شوية. تمام، والباب باب الفريزر رف واحد، مفيش رف تاني فوق. وعندك درج اصلا بتاع التلج، بص يعني هو العشوائي العادي وحطوا لك كده فوق، فهو فكرة حلوة يعني المصريين بيفكروا كويس كويس ماشي. طيب عندها التلاجة من جوه، معلش المكان ده مش عارف افتحها لحد الاخر. اضاءة ليد دي برضو بالطول، الترموستات بتحكم فيه زي ما انتم شايفين كده. حجم التلاجة 370 لتر، رقم طبعا كريازي مكتوب اهو 19 0
91 19 0 91 تمام. ما هي تلاجة يعني الكريزة عارفينها من زمان، بس دلوقتي في حاجات طالعة منافسة بتكون أجود شوية وخامتها أنضف شوية وأسعارها هادية شوية والكهرباء بتاعتها بتكون قليلة شوية. دي بكام؟ عاملة كام؟ 370 لتر. دي عاملة 12260 12260 كده يا جماعة. نخش بقى على الوحش بقى اللي هو الكريازي، أكبر حاجة في الكريازي اللي هي 690 لتر اللي هي 28 قدم وشوية. ده القدم الجديد، ها ده الموديل بتاعها. دي طبعا تلاجة نو فروست، بيكون ديجيتال اللون الأسود بتاعها. كي اتش 690 ال ان، استهلاك الكهرباء بتاعها 57 كيلو. دي بقى اللي هي البريم بريمير ده الجديد من كريازي. استهلاك الكهرباء انا شايفه كويس، يعني 57 كيلو للحجم ده. شوف بقى انت الحجم ده، الحجم اللي هو اصغر منه بكتير 535 60 كيلو. فدي طوروا في الماتور شويه فعملوا نظام الانفرتر. نبص كده على التلاجه من جوه، يعني بص دولاب تحس ان هي ضخمه جدا، اكبر تلاجه موجوده عندي في المعرض. طبعا المروحه مالتي فلو، عندك في اضاءه في الفريزر، صانع التلج، غرف التبريد زي ما انتوا زودوها شويه. عندك بقى بص التلاجه عامله ازاي من جوه، كبيره جدا. فلتر برضو تربو بلازما، بتحكم طبعا في التبريد عن طريق الشاشه التاتش اللي موجوده فوق سواء فريزر وفريدج. وفي حاجه اسمها الايكو مود وضع الاجازات، وحاجه اسمها تنبيه فتح الباب، وعندي الضد لعب الاطفال يقفل ضد لعب الاطفال، وعندي التبريد التجميد السريع والتبريد السريع. زي ما انتم شايفين التلاجه اهي حجمها يا جماعه، زي ما انتم شايفين اهي. دي عامله كام؟ عامله 26520 26520. نفتح بقى التلاجات بقى قدام بعض كده. انت ممكن تجيب التلاجة الكبيرة دي لو انت مثلا هتجيب ديب فريزر، يعني ممكن تضرب عصفورين بحجر وتجيب التلاجة الكبيرة دي. واسترخن الكهرباء 53 كيلو بالنسبة لحجمها 690 لتر، كويسة مش وحشة، يعتبر موتورها انفرتر. طبعا مواتير كريازي بتكون موتور امبراكو ميد ان برازيل. هتلاقي في التلاجات اللي كهربتها عالية اللي احنا شرحناهم التلاتة دول غاز التبريد بتاعها ار 134 عشان كده كهربتها عالية. اما دي غاز التبريد بتاعها ار 600، فعشان كده ار 600 بيكون موفر شوية في الكهرباء. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين كده التلاجات اهي، اخر 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 بصه. التلاجات تلات تلاجات قدام بعض اهي زي ما انتم شايفين. اللي على اليمين خالص دي 370 لتر، اللي في النص دي 450 لتر، اللي على الشمال دي اللي هي الكبيره دي 535 لتر، الكبيره خالص دي 690 لتر. الكبيره خالص دي عامله كام؟ اللي هي 690 لتر 26520. الاسعار دي بتاريخ 19/1/2023. عندي ال 535 لتر دي سعرها 18585، عندي 450 لتر اللي هي في النص دي سعرها 16580، فرق 2000 جنيه على اللي قبلها. عندي اللي هي ال 16 الصغيره دي او 15 ونص قدم او 370 لتر عامله 12260. الثلاجات دي موجوده في المعرض، اللي عايز اي حاجه يا ريت يشرفنا المعرض، بس مكانه في اسماعيليه، والمحدش رن عليا ما بردش على التليفونات لان التليفونات اللي بتجيلي كتير جدا ما بعرفش اشوف شغلي. ابعت لي بس على الواتس، ابعت لك لوكيشن، هو ده اللي هرد عليك على الواتس. اي حاجه اي سؤال تاني تعالى المعرض، والاسعار بتتغير كل يوم. اقول الاسعار دي بتاريخ النهارده 19/1/2023، محدش يزعل مني يا جماعه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.